أهلا بحضراتكم. ليه يا عم؟ هي كوسة؟ آه دي كوسة بقى. الجملة دي جملة اعتراضية بيقولها المصريين لو حسوا إن في ظلم وقع عليهم، أو حسوا إن في حاجة ماشية بطريقة ملتوية. لكن اشمعنى الكوسة بالذات ودونا عن أي نوع خضار تاني هي اللي بقت سمعتها مش ولا بد؟ طب ليه ارتبط اسمها بالمحسوبية والواسطة؟ اسمع مني أصل حكاية الكوسة. زمان في عهد الفاطميين كان تجار الخضار والفاكهة مش مسموح لهم يدخلوا القاهرة إلا من باب واحد، الباب ده اسمه باب المتولي. الباب ده اسمه الحقيقي باب زويلة، لكن الناس سموه باب المتولي على اسم الراجل المسؤول عن تنظيم الدخول وجمع الرسوم والضرائب من التجار. المتولي كان راجل شديد وما بيسمحش بأي تجاوز في الدور، وكان بيقف بنفسه ينظم الطابور من الفجر. لكن الناس في الطابور الطويل ده كانوا بيتفاجئوا أحياناً إن المتولي نفسه بيتجاوز ويعدي تاجر شاير بضاعة من غير ما يقف في الطابور. ولما الناس تعترض وتبدأ تصرخ إشمعنى ده، التاجر يرفع إيده ويقول لهم كوسة، فالناس تسكت وتهدى وتوافق على التجاوز ده لأنهم عارفين إن الكوسة بتبوظ بسرعة. مش بس كده، المتولي كان مطلع قرار إن تجار الكوسة يدخلوا من الباب ده في أي وقت يوصلوا فيه، ومن وقتها الناس بقت بتسمي أي تجاوز في الدور أو الحصول على أي حاجة من غير المرور على النظام والقواعد كوسة. هقولك حاجة، لو فهمتها كويس هتوفر على نفسك كتير وهتسبق ناس كتير جدا مش فهماها. إزاي سوق العمل بيمشي؟ طب إزاي المرتبات بتتحدد وعلى أساس إيه؟ هل بالواسطة والمحسوبية والكوسة زي ما بيتقالك؟ طبعا لا. شوف يا صديقي، في كوسة؟ أيوة طبعا في كوسة، بس المفاجأة واسمع مني، الكوسة مش مؤثرة بالدرجة اللي انت متصورها على مسار أي حد. مراجع الهيومن ريسورسز العالمية الكبيرة بتقول إن من ضمن وسائل التوظيف الريكومنديشن، اللي هي إحنا هنا بنقول عليها كوسة أو واسطة. وعشان كده أرجوك انسف من دماغك مفهوم إن الكوسة كل حاجة. الموهوب لازم وحتما هيلاقي مكان وفرصة مناسبة ليه. ياريت نرمي شماعة الكوسة دي ونبص قدامنا وما نعلقش عليها فشلنا. ما تسمعش كلام حد فاشل ومعرفش يحقق حاجة لأنه هيقولك مفيش فايدة. خلصت حلقتنا النهاردة، واستنوني وحكاية جديدة من برنامج اسمع مني. داليا الخطيب.